قطار المسافرين نتاع الضاحيه الجنوبيه البارحه تعطل عليه بما انه مجموعه من الاشخاص قاموا برشق القطار هذا بالحجر، الشيء اللي تسبب في تكسير البولار ووقفت الحركه نتاع الطران. من بعد تم القاء القبض عليهم اشو بين هذوما والاحتفاظ بهم من اجل الاعتداء على ملك الغير. كالعادة حبينا نحكي وهي مش جديدة ولا خبر روتيني ولا خبر روتيني ديما ديما رشق الواحد الباهي هو شدينا ايه ديما ثم البركاجات بالنسبة لي انا في الليل الماخر يطلعوا بركاجات يكسروا كذا ديما موجود جبال محلولة تقعد على روحك ترى متعدي تغر فيه بحجرة ما فهمش عليش اذي استم استهواش ايه معناها عبيد يبدو بانكي بتعدى الميد شيء اسف المفروض انت تحافظ عليه يتعاندوا شكون يكسر ودي مره بس هذا الانسان هذه ما تنجمش تحكي معاه يا ترى تتفهموا بال ما تنجمش تقعد في تقول اسمع عليه راهو ملك الدوله راهو تحفظ عليه هذا ما ليه ليه ما مخه مش موجود مخ مغيب ايه مش مغيب ما كيكه تربي كيكه سبه ليه ليه بقرا في زرع الله يعرضوا تراه يضربوا بحاجه اي بوم باع هكا دماغ مواطن يقولوا تي دماغ مثلا مراه ولا راجل ولا وليد مروح من القرايه ولا بنيه مروحه من القرايه ولا الخدمه ودي تدبغ تحلوا راسك الناس من الفجعه عليه اي ريتا انت عليه قاعد تضرب فيه تراتي عليه ايش عمل لك ترا اي والله شخص كما ذكر ثم ترا ثم ترا في حالته ما انا في حاله تبع حتى يحبوا يعملوا بركاج لا ما ينجمش هذه تصير انا اتذكر في تجام حلق الواد فروخ اي صح كلمه ما تقالش اما الصغار ما عندهم يصنعوا يهزوا الحجر ويضربوا ما هكيك مخو قال له كيك احكي له كيك الله غلب وتو يتشتت تلقى دارهم يبداو يتبكاو وام وبو يتبكاو في المركز وسامحونا مش عوايده مش عوايده كان راعي يا سيد راشد والله لا عوايده مسكين كان يشد الدار الجامع ما يخرجش من واحد ومن جات هذه والله ما يدخلوا داروا بيك والثلاثة يحكوا نفس المحكي صحاب السوق داروا بيك صحاب السوق بعد تشوف انه التران تلكش عليهم تحس انهم اللي يسوق في التران هو اللي المضربون يلا نكملوا مع الخبر.